أهلا بحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. دلوقتي جي معادنا عشان نتعرف على درجات الحرارة وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اللي بيتوقعوا أن يكون النهاردة في استمرار في ارتفاع في درجات الحرارة. هيكون الطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح هتكون معتدلة وهتنشط في بعض الأحيان، وكان في شبورة مائية خفيفة في ساعات الصباح الأولى. هيكون كمان السواحل الشمالية هيكون فيها شبورة مائية والطقس هيكون فيها معتدل والرياح هتكون معتدلة وهتنشط في بعض الأحيان. معدلات الرطوبة هتصل في القاهرة والوجه البحري لحوالي 80%. كمان خبراء هيئة الأرصاد الجوية بيتوقعوا أن يكون طقس شمال الصعيد وجنوب الصعيد شديد الحرارة والرياح هتكون معتدلة وهتنشط في بعض الأحيان وهتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة. وكمان بيقولوا أنه هيكون في رياح على مناطق من جنوب سيناء هتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس. هيكون في أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وهتكون رعدية في بعض الأحيان. بالليل الجو هيكون لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، هيكون الطقس برضو لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد هيكون الطقس معتدل. دلوقتي نتعرف على درجات الحرارة بالأرقام، واللي بنبدأها دايما من القاهرة اللي العظمى فيها هتكون 36، أما الصغرى فهتكون 25. اسكندرية العظمى فيها 31 والصغرى 25. مرسى مطروح العظمى 29 أما الصغرى ف 22. بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26. دمياط العظمى 30 والصغرى 25. الإسماعيلية العظمى 37 أما الصغرى ف 24. السويس العظمى 36 والصغرى 24. العريش العظمى 33 والصغرى 22. طابة العظمى فيها 36 والصغرى 28. سانت كاترين العظمى 37 والصغرى 24. أما شرم الشيخ فالعظمى 42 والصغرى 30. الغردقة العظمى 38 أما الصغرى ف 30. بالنسبة للفيوم العظمى 37 والصغرى 25. بني سويف العظمى 38 والصغرى 24. المنيا العظمى 39 والصغرى 24. أسيوط العظمى 41 أما الصغرى ف 24. لسه مكملين مع حضراتكم في محافظات وجه إبليس. سوهاج العظمى 42 والصغرى 26. إنا العظمى 44 أما الصغرى ف 28. الأقصر العظمى فيها 46 والصغرى 29. أسوان العظمى 46 برضو والصغرى 29، وتعتبر دي أعلى درجات حرارة في الأقصر وأسوان. الوادي الجديد العظمى فيها 45 والصغرى 24. آخر حاجة معانا حلايب العظمى فيها 35 والصغرى 30. اتعرفنا على درجات الحرارة.